حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، وأهلا بكم في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية. نبدأ بأهم العناوين. في صحيفة المدى، بعض شركات النفط العنف العشري يهدد الهيئات التعليمية في ذي قار. في موقع الهيئة نت، السلطات الحكومية والقضائية في العراق مستويات جديدة من الانهيار والسقوط السياسي. ونقرأ في العربي الجديد، بوتين يعلن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا. في الشرق الأوسط، كيف تدعو العالم إلى إيقاف بوتين وتؤكد تعرضها لغزو واسع النطاق. في موقع عربي 21، مجلس الأمن يدعو روسيا إلى إيقاف الحرب والتراجع عن غزو أوكرانيا. نقرأ في الغارديان، وحدة الغرب مهمة لمواجهة بوتين ورد الغرب الفاتر لن يردع الزعيم الروسي. وفي واشنطن بوست، على الغرب استعادة قوة الردع والعودة إلى الحرب الباردة. نبدأ من مقال للكاتب عبد اللطيف السعدون، قال فيه: في ظل تلك الأوضاع الشاذة أصبح العراق بمدنه ومياهه وثرواته، نستطيع أن نقول بناسه أيضا، أصبح في قبضة إيران وفي خدمة مخططاتها ومشاريعها في المنطقة والعالم. لم يكن المسؤولون الإيرانيون ينفون هذا الواقع، بل كانوا يفاخرون به، وقد تبجحوا مرات أن بغداد أصبحت إحدى عواصم إمبراطوريتهم، إذ أنشأوا فيها وفي المدن الأخرى ميليشيات، وقاموا مؤسسات ترتبط مباشرة بهم، وعملوا على إجراء تغييرات سكانية واجتماعية، وشرعنوا دولة عميقة تحقق لهم ما يريدونه. وتحول العراق من جراء ذلك طبعا إلى ما يشبه ولاية إيرانية، منها إلى دولة. أبرز ما يلفت نظر المرء حين يستقرئ الأوضاع السياسية في العراق بعد الغزو الأمريكي للبلاد والتوغل الإيراني فيها، بالأخص في السنوات العشر الأخيرة، تماهي رجال الطبقة الحاكمة المطلق مع نظام ولاية الفقيه في إيران والتسابق بينهم على خدمته. ولا يحتاج المرء لجهد كثير كي يكتشف أن شعارهم العملي المضمر هو إيران أولاً، لكنهم يمارسون التقية في إخفائه لغايات معروفة، إذ يزعمون حرصهم على العراق ودفاعهم عنه. وليس في هذه اللفتة الصادمة ضرب من التوهم أو المغالاة، فكل شيء في بلاد الرافدين يوحي بأن بغداد تحكم من طهران، فقد كانت لرجل إيران القوي الذي اغتاله الأمريكيون قاسم سليماني سلطة الأمر والنهي في الشؤون العراقية بتفويض من المرشد الأعلى علي خامنئي، وكان في زيارته المتعاقبة إلى بغداد واجتماعاته بالمسؤولين العراقيين يستفسر ويوجه ويأمر أيضا. واعتاد زعماء الأحزاب القيام بزيارات بعضها معلوم وبعضها الآخر مستتر إلى طهران أو إلى قم، يسمعون ما يملي عليهم مقابل إطلاق أيديهم في التحكم بأبناء بلدهم واستباحة المال العام ونهبه. وحتى زعماء من السنة كانوا يذهبون إلى هناك طلبا للدعم، فلا تبخل عليهم طهران بشيء ما داموا يمحضونها الولاء وهم صاغرون. أضاف الكاتب: بمرور الزمن شعر العراقيون أن بلدهم قد اغتصب، وأن لا بد من وقفة جريئة يستعيدون من خلالها وطنهم. هكذا بدأت إذن الانتفاضة المطلبية بحسب تعبير الكاتب طبعا، وبدأت حركة الاحتجاجات التي انتقلت من مدينة إلى أخرى، تحولت إلى ثورة عارمة تريد استعادة الوطن من غاصبيه. وتصاعدت أصوات الثوار ضد إيران عندها أدركت طهران أنها أصبحت في قلب العاصفة، وأن مشروعها الطائفي العرقي قد يتعرض لشرخ كبير إذا ما فلت العراق من قبضة يدها، وشرعت تستنفر ميليشياتها ووكلائها وتسعى لأن تجعل منهم مركز قوة وتأثير.
وذلك باستخدام سلاح التهديد والتغييب والاغتيال مرة، والاندساس داخل تجمعات الشباب الناشطين مرة أخرى لحرف حراكهم والسعي إلى خطفه من أيديهم. في موقع كتابات ذكر الكاتب إبراهيم الزبيدي: لا أعجب إلا من كتاب ومحللين ومعلقين عراقيين وعرب يستغربون الصراعات الطائفية والعنصرية الجارية في العراق هذه الأيام بين ثلاثيي التيار الصدري والحلبوسي والبرزاني وبين جماعة إيران، والأكثر غرابة أن بعضهم يتنبأ بنهاية قريبة لهذا الصراع ويتوقع عودة العراق إلى حياته الطبيعية الآمنة الضاحكة السابقة، ويعتقد أن أي واحد من هؤلاء زعيم بحق جاءته الزعامة تجري إليه بفعل مواهبه وكفاءته وخبرته ووطنيته وحسن سلوكه ورجولته التي ترفض التبعية لأي أحد خارج الحدود لأي سبب ولأي حجة أو ذريعة. لكي نرفض جميع تحليلات هؤلاء المحللين والمعقبين والمفسرين، ينبغي أن نعود إلى سلوك قادة الكتل المتصارعة اليوم واحداً واحداً، ونغوص في سلوكه وارتباطاته منذ أيام المعارضة العراقية السابقة، لنعرف أن الصراع اليوم هو نتيجة حتمية لصراع الأمس الذي كان يجري في مؤتمراتهم تلك بكل ما فيه من بشاعة وهمجية وطائفية وعنصرية وأحياناً شوارعية، وهم فقراء ومعوزون، وكان لابد أن تنتعش وتكبر وتترعرع حين يكونون في السلطة بما اكتنزوه من أموال وسلاح. في غالبيتهم سطحيون انتهازيون، لا يحلم أكبرهم بغير الغد المنتظر الذي تعينه فيه أمريكا على وطنه وأهله، حتى لو حولت الدولة إلى تراب والمجتمع إلى زمر متناحرة متعاركة لا تأتلف ولا يأمن بعضها لبعض. المهم عندهم المناصب والمكاسب والرواتب، أما الوطن وأما أهله فكلام وكلام فقط، ليس له من الصدق والأمانة نصيب. أضاف الكاتب: الخلاصة هي أن من يعتقد قرب انتهاء الصراع الحالي بين جهابدة المحاصصة في يوم في شهر في سنة فهو واهم، على وفق تعبير الكاتب، وعليه أن ينتظر حتى مطلع الفجر. وصل الفساد مع وجود الطبقة السياسية في العراق إلى مستويات غير مسبوقة، إذ انتهى إلى وضع البلاد في المرتبة 68 بعد 100 من بين 180 دولة في مؤشر الشفافية الدولية. فنستمع أيضا مشاهدينا إلى تقرير نشره موقع الهيانات. كشفت تقارير دولية عن حجم الأموال التي فقدها العراق جراء عمليات الفساد بأكثر من 550 مليار دولار من أصل 900 مليار دولار حصل عليها العراق من عمليات بيع النفط في السنوات الماضية، ولكن هناك تأكيدات بأن الرقم أعلى من ذلك بكثير بسبب المنح الدولية التي سلمت إلى العراق بعد عام 2003، بالإضافة إلى عوائد أخرى حصلت عليها الحكومات المتعاقبة. بيّنت منظمات دولية مختصة بالدراسات السياسية وبالشأن العراقي أن إدارة الحكومات المتعاقبة في البلاد أوصلته إلى حالة من السقوط والفشل السياسي، والتي ترفض الاعتراف بذلك بيد أن استمرار الأزمات التي تشهدها البلاد وعدم قدرتها على ضمان العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية بين مزدوجين وتسهيل انتشار الميليشيات ذات التسليح العالي أدى إلى دخول البلاد نفق الصراع على مراكز النفوذ والسلطة بدلاً من الشراكة السياسية. وفي تقرير سابق صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، حقق العراق في المدة 2006-2014 فوائض مالية تقدر ب 700 مليار دولار ذهبت للطبقة السياسية الفاسدة، وكان يمكن أن تساهم في إعادة إعمار البلاد وتحويلها إلى دولة حديثة.
هذا وقد أقر محافظ البنك المركزي العراقي الأسبق عادل نوري بأن حكومة بغداد بددت 600 مليار دولار في أثناء تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة ومن دون وجود إيصالات توثق أبواب الصرف. ونبقى مشاهدين مع تقرير موقع الهيانات بشأن ولاية الطبقة الحاكمة في العراق لإيران، إذ أوضحت تقارير صحافية أن الحكومات المتعاقبة تتعمد استنزاف الثروات وإحراق الغاز المصاحب للنفط والمستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتستورده من إيران بأضعاف سعره المطروح في الأسواق، مؤكدة أن هذه الأموال تدعم بها إيران الميليشيات الموالية لها في العراق والمنطقة. كشفت مصادر صحفية عن تورط الميليشيات الموالية لإيران بدعم تجارة المخدرات بالتزامن مع إقرار حكومة بغداد الحالية بتدفق المخدرات الإيرانية بكميات كبيرة في المحافظات الحدودية معها عبر المنافذ التي تسيطر عليها الميليشيات، فيما أقر مجلس القضاء الأعلى في العراق في وقت سابق بارتفاع نسبة تعاطي المخدرات في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر منذ مدة إن تزويد الميليشيات المسلحة في مختلف أنحاء العراق بالأسلحة والذخائر خلف آثاراً مدمرة على المدنيين، مؤكدة حدوث طيف واسع من الخروقات والانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني، وجر البلاد إلى دوامة انعدام الأمن وعدم الاستقرار. وأظهرت حادثة الهجوم على منزل رئيس حكومة الاحتلال الثامنة مصطفى الكاظم امتلاك الميليشيات المسلحة أسلحة تفوق قدرات القوات الحكومية، مما يدل على أن النظام السياسي يمر بمأزق كبير مع وجود رفض شعبي واسع لها. وأعرب مراقبون للشأن العراقي عن سخريتهم من عدم جرأة حكومة بغداد على كشف الجهات التي تورطت بالهجوم على منزل الكاظمي، والتي سبق لها أن هددته علناً وأمام وسائل الإعلام، ما يشير إلى حجم النفوذ التي تمارسه الميليشيات وأجنحتها السياسية والأحزاب المرتبطة بها على العملية السياسية ومخرجاتها. هذا ولم تتمكن السلطة القضائية في العراق من رسم صورة إيجابية لها أو مستقلة في الشارع العراقي، فتهم التحيز لجهات سياسية من دون غيرها ظلت مرافقة لها على الدوام، إذ يرفض من الأساس فتح الملفات المتعلقة بكبار السياسيين في الحكومات المتعاقبة وسط اتهامات لرئيس المحكمة الاتحادية السابق مدحت المحمود بالتواطؤ مع الأحزاب في عدم حسم كثير من الملفات، هذا فضلاً عن التستر على جرائم التطهير الطائفية والاعتقالات العشوائية والتغييب القسري. استعرضت صحيفة واشنطن بوست في مقال للصحفي روبرت كاغان النتائج الاستراتيجية والجيوسياسية المترتبة على فرض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نجح في السيطرة التامة على أوكرانيا، ورأى الكاتب أن أولى النتائج ستكون جبهة جديدة للصراع في أوروبا الوسطى، مؤكدا أن القوات الروسية حتى الآن يمكن أن تنتشر فقط حتى الحدود الشرقية لأوكرانيا، ولكن عندما يكمل الروس عملياتهم فسيكونون قادرين على نشر قوات برية وجوية وصاروخية في قواعد بغربي أوكرانيا وكذلك في بيلاروسيا التي أصبحت فعليا ولاية روسية. السيطرة الروسية على أوكرانيا ستتيح للقوات الروسية الانتشار على طول الحدود الشرقية لبولندا التي يبلغ طولها 650 ميلاً، وكذلك على طول الحدود الشرقية لسلوفاكيا والمجر والحدود الشمالية لرومانيا، ورجح أن يتم وضع مولدوفا تحت السيطرة الروسية أيضاً عندما تكون القوات الروسية قادرة على تشكيل جسر بري من شبه جزيرة القرم إلى مقاطعة ترانس نيستريا المنفصلة في مولدوفا. التهديد الأكثر إلحاحاً سيكون على دول البلطيق، حيث تقع روسيا بالفعل على حدود استونيا ولاتفيا مباشرة وتلامس ليتوانيا عبر بيلاروسيا،
وتساءل عما إذا كان بإمكان الناتو أن يدافع بالفعل عن أعضائه في البلطيق من هجوم روسي، خاصة أن هذه المسألة ستكتسب إلحاحاً جديداً بمجرد أن تنتهي روسيا من احتلال أوكرانيا. ومع وجود بولندا والمجر وخمسة أعضاء آخرين في الناتو يشاركون الحدود مع روسيا الجديدة الموسعة، فإن قدرة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الدفاع عن الجناح الشرقي للحلف سوف تتضاءل بشكل خطير. هذا وذكر الكاتب أن الوضع الجديد قد يفرض تعديلاً كبيراً في معنى التحالف وهدفه مؤكداً أن بوتين كان واضحاً بشأن أهدافه، فهو يريد إعادة تأسيس مجال نفوذ روسيا التقليدي في شرقي ووسط أوروبا. قال دبلوماسي بريطاني سابق إن هناك تشابهاً بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم ألمانيا إبان النازية أدولف هتلر. وقال إيبان بولاند في مقال في صحيفة الجارديان إن التشابه بين هتلر وبوتين يعود إلى وجود إيمان خفي لديهما في أمة تتخطى حدود الدولة المتاحة لها. إن اعتراف فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين وإرساله قوات ودبابات إلى المنطقة وضع أوروبا على حافة الحرب. وعلى الرغم من الكثير من الاختلافات، فإن ثمة أوجه تشابه بين ما يجري وأحداث عام 1938، فأوكرانيا في عام 2022 ليست تشيكوسلوفاكيا في عام 1938، ولكن ما حدث آنذاك يحمل حقيقة دروسا مهمة وهامة. فالردع قد يبدو أكثر كلفة وخطورة مقارنة بالتسوية، ولكنه ضروري من أجل أمن أوروبا على المدى الطويل. وتابع أن بوتين قائداً استبدادياً وحشياً، إلا أنه ليس رجلاً مجنوناً ذا كاريزما مثل هتلر. فقد لجأ بوتين إلى القمع والاغتيالات للسيطرة على المعارضة الروسية بدلاً من إقامة معسكرات اعتقال، كما أن الأيديولوجية التي يتبعها مرنة، فهو ومساعدوه لطالما احتفظوا بأموالهم في الغرب وكذلك عائلاتهم. بوتين يرى أوكرانيا مفتاحاً للعالم الروسي. وكتب بوتين العام الماضي مقالاً قال فيه إنه ليس هناك أساس تاريخي يبرر للشعب الأوكراني الانفصال عن الشعب الروسي. أضاف الكاتب في صحيفة الجارديان يمكن فهم لماذا لا يريد الغرب التصعيد مع بوتين الذي يقوم بأفضل ما يستطيع ليظهر أن أوكرانيا مهمة له حتى لو أراق الدماء مقابل ذلك، ولكن إذا استمر بوتين في مهاجمة بقية أجزاء أوكرانيا كما توحي أفعاله بأنه سيفعل ذلك، فستكون تكاليف الحرب الناتجة عن ذلك على الغرب أعلى بكثير من تكاليف العقوبات واسعة النطاق، وسوف يتزعزع استقرار أوروبا لعقود. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، أعلن الأردن اكتشاف موقع أثري جديد بجنوب البلاد يعود لتسعة آلاف عام. جاء ذلك وفق ما أعلنه مدير دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي في أثناء مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة عمان بحضور وزير السياحة نايف الفايز وبعض المسؤولين. وقال بلعاوي في تصريحاته: نفتتح اليوم كبسولة زمنية عمرها 9000 عام، في إشارة واضحة منه إلى عمر المكتشف الأثري. الكبسولة الزمنية هي مخبأ تاريخي للمتاع أو المعلومات، يقصد بها عادة التواصل مع الناس في المستقبل ومساعدة علماء الآثار وعلماء الأنثروبولوجيا أو المؤرخين. قبل الختام مشاهدينا، هذه مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.